السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ بشرى أم هداية في فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال. فيديو ديال اليوم أو وصفة اليوم كما تشوفوا هي عبارة عن غراتان بصوص بيشاميل والمعكرونة، تيجي رائع جدا وبنين. نتمنى تجربوه ويعجبكم، وإليكم المقادير وطريقة التحضير. بسم الله وعلى بركة الله. أول حاجة البنات، خديت بصيلة قطعتها، هانتوما شفتو مرصويات صغارين، وغادي نوضعها داخل هاد المقلاة هادي. وغادي ناخد ثومة تا هي البنات تقريبا واحد 3 ديال الفصوص ديال الثوم اللي حكاها، وغادي نوضع عليهم زيت الزيتون، غادي نوضع الملح، وغادي نوضعهم البنات فوق النار حتى تشحر لي داك البصيلة وطيب وتذوب داك الثومة. دابا هانتوما شفتو داك البصيلة ديالنا راه بدات تطيب، غادي نضيف عليها جوج ديال الطماطم البنات محكوكين، هانتوما شفتو حكاهم الحكاكة الرقيقة. غادي نضيف عليهم قليل من الإبزار، غادي نضيف عليهم سكينجبير، وغادي نضيف عليهم كذلك هاد الوريقات ديال الرمضة البنات أو أوراق سيدنا موسى. أنا تيعجبني المذاق ديالهم، تيجي رائع. واللي ما عندوش متوفره البنات هاد اوراق سيدنا موسى يقدر يضيف كذلك نسوهم حتى بالزعتر، تيجي البنات رائع في هاد الكراطه هذا. ونخليهم حتى يطيبوا جيد. وفي هاد الاثناء رانا واضعه هنا الماء يسخن، هانتوما شفتوا حتى يوصل درجه الغليان، عاد نضيف ندير عليه المعكرونه ديالنا. واحد الملعقه ديال مركز الطماطم من بعد ما ضايفه عليه القليل من الماء، تبقىها البنات شويه ديال الماء. داك البصيلة ومطيشة طاب المها بالخليط ديالنا، غادي نضيف عليه جوج ديال العلب ديال التونة البنات، التون ديال الزيت. وطبيعة الحال هاد التون تقدرو اللي ما عندوش متوفر يقدر يدير اللحم المفروم، ولا يدير قطع ديال الديك الرومي، أي حاجة متوفرة عندو في المنزل يديرها. دابا غادي نضيفها البنات، أنا راه تعمدت خليت معاها واحد القليل من الزيت ديال هاد التونة. وغادي نوضع كذلك شويه ديال القزبر معدنوس قطع قطع مقطعاه فارما هكا البنات، تنخليه حتى الاخير باش يعطيني اللون تيبقى وكذلك المذاق. ونخلط البنات هادشي كاع كامل، وصافي هاد الصلصه ديالنا موجوده. الصلصه البنات في هاد الاثناء هادي راه الماء ديالنا غلا، هانتوما شفتو تنضيف عليه زيت الزيتون او زيت المائده، وتنضيف عليه كذلك القليل من الملح، غير القليل، انا عارفين بانه هاد الصلصه ديالنا مالحه، وغادي نضيفوا الجبن وهذا كلشي مالح، تفادوا الزياده ديال الملح بالكثره. وغادي نضيف البنات هاد المعكرونه هاد النوع هذا، انا هاد النوع هذا هو اللي تنستعمل في المنزل ديالي، في الحقيقه رائع، وتيجي في لي غراتان تيجي زوين بزاف. تقريبا هنا عندي نصف كيلو، انا غادي نوضعو فوق هنا باش يدوز البنات نرجعو الصلصة البيضاء أولا صوص بيشاميل. غادي ناخد ملعقة ونصف من الزبدة، غادي نضيف عليها، غادي تذوب واحد شوية، دابا منين دابت داك الزبدة هانتوما شتو غادي نضيف عليها ملعقة ونصف ديال الدقيق، وغادي البنات نخلطها جيدا. وغادي نبدا نضيف عليهم الحليب، عندي نصف لتر من الحليب، طبيعه الحال مع التحريك الجوانب ما تحيدوش يديكم البنات من التحريك. هانتوما انا غادي نستعمل الفويل، دابا هانتوما البنات الكريمه ديالنا راها وجدت. اللي تيبغيها البنات تكون اكثر زعما مركزه وثقيله، ما يضيفش داك الكميه ديال الحليب ديال اللي دفتها كاع كامله، يقدر ينقص على داك نصف لتر. دابا غادي نضيف عليها البنات، غادي نسمها بقليل من الابزار،
وغادي نوضع عليها قليل كذلك من الملح. واللي تتعجبوا البنات نسمة ديال الجوزة يقدر يحط واحد نصيص ديال الجوزة فيها. كل شيء البنات وجدتو، هانتوما هاد الصلصة وجدت لنا. من بعد ما خليتها تبرد البنات غادي نضيف عليها واحد الياغورت طبيعي، اللي ما عندوش متوفر هذه يقدر يستعمل. انا ما عنديش القشدة طرية خاصة بالطبخ، قدرت ندير هذا. غادي نضيفو على هاد لاصوص بيشاميل، وهاد لي بات ديالنا او المعكرونه حتى هي البنات طايبه، ما تخليوهاش تطيب بزاف، هانتوما شفتوا، باش ما تبقى قابضه، هي طايبه او ميم طون البنات قابضه راسها، هانتوما شفتوا. دابا غادي ناخذ، غادي نفرغ هاد المعكرونه ديالي، غادي نفرغها في هاد البول هذا، وغادي نوضع عليها هاد البصله والمطيشه من بعد ما نحيد هاد الوريقات ديال سيدنا موسى. تنفرقها على هاد المعكرونه البنات وندخلها جيدا فيها. وغادي ناخذ هاد المول هذا البنات، انا عندي له فهاد المول هذا، وغادي نفرغ عليها هاد لاصوص البنات. هانتوما شفتوا هاد لاصوص كي تجي البنات، تجي رائعه وتجي لذيذه، شوفوا القوام ديالها كي داير. غادي نفرغها فوق هاد الكغاطين ديالنا بهذه الطريقه، ناخذ البنات هذا الجبن هذا وغادي نوضعه من فوقها وندخلها البنات الفرن اللي درجه عندي سخون على درجه حراره 180، حراره متوسطه حتى يطيب البنات، ولا دغيا ما تستغرقش وقت كبير داخل الفرن، تقريبا 15 دقيقه راه تيكون واجد، غير تيبدا يطيب ويتكراتينا تنجبدوه، تيجي البنات رائع في المذاق وفي كل شيء البنات. انتما غتشوفوا البنات هذا هو التقديم النهائي ديال الكراتان، شو كي تيجي، تيجي رائع وواحد المذاق فيه لذيذ بزاف، نتمنى تجربوه وتعجبكم. نوري واحد كي تيجي من الداخل، شوف البنات بداك الكريمه تيجي رائع، شوف البنات كي تيجي، نتمنى تجربوه ويعجبكم. تيجي في المذاق البنات رائع، شوفوا من الداخل كي تيجي، نتمنى البنات تجربوه ويعجبكم. ولا عجبتكم الوصفه شاركوها مع العائله والاصدقاء، وشجعوني بالتعليقات واللايكات، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.